وشكرا جزيلا للتتبع ديالكم ديال الاشغال انعقاد الدوره العاديه ديال مجلس مجموعه جماعه التعاون. كما شفتوا كان لقاء متميز، كان حضور، كان مداخلات، كان ترافعات، من اجل الهدف ديال الاساسي هو ان تجويد الخدمات ديال هذه مجموعه الجماعات وتكون وتشد الطريق ديالها وتكون احسن ما يرام في جميع التدخلات ديالها. مجموعة الجماعات كتعرف بعض الإكراهات دائما، بعض الحالات وهو كنلقاو صعوبة في بعض الجماعات اللي ما كيخلصوش، ولكن الحمد لله هذا الاجتماع هذا بين بأن السادة الرؤساء ولا ممثلي الجماعات بأنهم كلهم حماس ورغبة وأنهم كيساندوا هذه الفكرة ديال أن مجموعة الجماعات باش تبقى وتقوم بالدور ديالها في ظروف ملائمة. هذا الشيء يبشر بالخير. بطبيعة الحال المجموعة أيضا كتكون من نواب اللي تبارك الله هما نواب برلمانيين ومستشارين برلمانيين اللي عندهم واحد هدف اساسي وهو دائما الترافع من اجل الصالح لهذه المجموعه لاعطائها واحد النفس واحد القوه وتخدم بواحد الديناميه جديده دائما بتنسيق مع السلطات الاقليميه والسلطات في جميع الاقليم المحترم باش تكون التدخلات ديالها تدخلات ايجابيه وكتهدف للصالح العام والساكنه اللي عندها الحق تستفيد من هذه التدخلات. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حجيره نائب رئيس مجموعه. اليوم كان لنا دوره عاديه، هذه الدورة طبعا تميزات بالوقوف على حصيلة تدخل المجموعة في الجماعات الترابية في الشق المتعلق بفك العزلة عن هذه الجماعات وأيضا بتهيئ بعض الملاعب الرياضية والتدخل في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة في بعض النقاط السوداء اللي كاينة هنا وهناك نظرا لأن الطبيعة ديال الإقليم هي طبيعة جبلية صعبة وأيضا في الفترة ديال التساقطات كتكون بعض التدخلات الاستثنائية لفك العزلة عن المواطنات والمواطنين. ما ميز هذه الدورة طبعا وهذه الولاية بشكل عام هو هذا الانسجام الحاصل ما بين مكونات المجموعة بحيث أنه نقط جدول الأعمال كلها كتمر بعد النقاش وبعد التوصل بكل الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال طبعا بالتصويت بالإجماع، وهذا كيدل أولا على جوج الأمور، الأمر الأول متعلق بالأهمية ديال هذه المجموعة والأدوار الكبيرة اللي كتقوم بها طبعا تحت المراقبة وأيضا التوجيه ديال السلطة الإقليمية في الشق المتعلق ب يعني بالتدخلات اللي الهدف منها هو دائما تقريب المواطنات والمواطنين من الطريق، ونعرف جميعا بأن الطريق هي المدخل ديال التنمية. شق آخر وهو ديال هاد المبادئ الكبرى ديال هاد المجموعة ديال الجماعات ديال التعاون اللي هو التعاضد والتضامن ما بين هاد المكونات ديال الاقليم في الشق المالي بحيث انه المساهمه الماليه هي موزعه. اللي لاحظناه هو انه هاد السنتين اللي باشرنا فيهم العمل ديالنا ولا سنه ونص هناك تغيير على المستوى المواكبه، على المستوى التتبع، على المستوى المعلومه، بحيث انه جميع التدخلات اللي كتقوم بها المجموعه هي متابعه من طرف كل اعضاء المجموعه، بحيث كاينه واحد المجموعه عندنا اللي كنتبعوا فيها التدخلات اليوميه سواء كانت عاديه ولا استثنائيه لاعطاء مزيد من الشفافيه ومزيد من يعني الوضوح على مستوى تدبير هذه المجموعة. أكثر من ذلك لدينا تصور من أجل إعادة هيكلة هذه المجموعة في المستقبل القريب إن شاء الله، ثم تدعيمها بمجموعة من الآليات الجديدة باش يمكن نواكبوا الحجم ديال المساحة الكبيرة التي تتدخل فيها كمجموعة، وحنا كنقولوا بأنه يد واحدة من أجل خدمة ساكنة هذا الإقليم باش يمكن نحقوا ما نصبوا إليه جميعا من انتظارات ونتجاوبوا معها وفق يعني توجيهات السامية لجلالة الملك اللي جعل المنتخب في خدمة المواطنات والمواطنين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.